اليوم ظهرلي من قبل مازال سمعتك انا قاعد وراك قلت ظهرلي ماتش مع عمرك ما علقت عليه. على مستوى كرة عربية معناها الديربي كان رائع جدا، الديربي فاش ما علقتش على مباراية هكا؟ على مستوى معناها الفصل في الصدارة شكون الأولاني وشكون الثاني؟ يعني تحكي على ديزافيرتيسمون الانذار، ولات عملت حاولت سكوب ولقطة جديدة أنه في الانذار نعلق كأنه جول كأنه هدف، شوية اجتهاد شوية. ف شفت الجمهور هنا وحكاوا لي في مصر وتزاهر في الكرتون يعيطوا ويصيحوا خاطر تفصلت بالكرتونات. قويين برشا المنتخبين هذوما وممكن بصراحه نشوفهم حتى في الفينال خاطر امكانيات كبيره. افيش كبيره في الانكار دي فينال بين منتخب الجزائر ومنتخب المغرب، شنو توقعاتك المقابل؟ انا توقعاتي من خلال دعوه المنتخب نصر كرتاج يكبسون ارواحهم وينورونا ويشرفونا. الباركور بدات تتضح، راي قطر والامارات والمغرب والجزائر باش يخرج منها طرف واحد للفينال. انت عندك عمان ورد بالنا من عمان، الفواتر تري تري برودون خاطر مخوفني ماتش عمان، انا قلتها لك قبل 72 ساعه. ومن بعد على الارجح مصر، انا نشوفه طريق ممكن جدا انك تمشي 18 ديسمبر، الاولاد يحطوا ساقيهم في القاع ويلعبوا رجال كما عودونا، ما نقعدوش دو مير كل مره واحنا مخسورين. حط في قلبك اقل غلط ونهبت ريحك فاغتنمها. نرجع لك لسؤالك في الديربي، الديربي 50-50، نشوفوا الجزائر الاصابه نتاع بونجاح يلعب ولا لا، خاطر وقت اللي خرج بغداد الجزائر وقفت في الاتاك. دونك اذا نشوفوا 50-50، المغرب قويه برشا في الفريق، الاثنين يتشابهوا قويين على المستوى الهجومي في بعضهم، ديربي بحساسيه الديربي ماتش كوب. دونك توتي بوسيبل. ما عندكش توقع؟ لا لا توتي بوسيبل. يتوقع لك راه في ماتشوات كوبا كي ما يعرفش كوره. باهي نحكي شويه على المنتخب التونسي، شنو رايك خاصة في النقطة نحب نحكي عليها نتاع أن جينا ناقصين من لاعبية، عملنا لاعبية تنجم تجي تنجم لا، شنو رايك في الحاجة هذه؟ والله الحاجة الأولى تو بالنسبة هذا واقع. واقع ماناش نحكي ونحن باش نلعبوا كارد دو فينال نقعدوا نناقشوا يجي منتصر ولا يجي دراج راه واحد. هذا واقع، هذا خيارات من بعد تتحاسب المجموعة على هذه الخيارات. لحد الآن احنا ماشيين، ترشحنا الهدف الرئيسي المرتبة الأولى باش نبعدوا على قطر، باش نلعبوا كاردو فينال نشوفوا وين نجموا نقدموا، ومن بعد نقولوا والله ياك القائمة ناقصة زوج ثلاثة جوارات أثرت ولا ما أثرتش. تحب نحكي الحق ولا ولد عمه؟ ما عندكش ملاعبية في البطولة التونسية، البطولة التونسية ولات فقيرة جدا، ما عادش عندك، ما عادش عندك في الكاليتي نتاع العباد هذوما، ما عادش عندك. قادرين نهزوا؟ بالطبيعة قادرين نهزوا، ويظل لي وصول الجزائر في المرتبة الثانية وبعدت على الباركور نتاعنا ولا باركور الآخر نار، فهمني باش يخرج لك واحد منهم وباش يجيك معناها تاعب ومتهري كرويا. شبيك راهو قطر إمارات ما هو ساهل، على عكس الناس تصور قطر في طريق مفتوح، ثم عندنا ماتش الجزائر والمغرب ثم يلعبوا مع بعضهم. دونك فما احنا كنا نجريوا ماتشواتنا بالكدا نجموا نوصلوا فينا. فقط اخر سؤال، شنو رايك في اللي صار مع التوانسه على زميلك حفيف الدراجي؟ عندك ما صحيح انه ما يحبش التوانسه والا لا تعليقه عادي؟ توا باش نقول لك انا توا سلام باش نقول لك توا هذا سؤال، توا هذه امور صارت في ظروف مباشر و يكره ما يكرهش، هذه امور يعلمها كان ربي، هذه اسرار ناس وفي الاخر معناها تونس ما تقفش تمشي وربحت ومشات كاردو فينال، وهو يمشي زاد ويواصل في تعليقه وما فماش مشكله كبيره معناها، كل واحد يقول اللي يقول.